السلام عليكم خوتنا، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى الف خير. تحيه كبيره لكم، معكم يونس في فيديو جديد. هذا الفيديو خوتي مخصص للناس اللي ما ربحوش في القرعه، ولكن قبل هذا حبيت نبارك للناس اللي ربحوا في القرعه، حبيت نقول لكم مبروك عليكم. ان شاء الله توصلوا لهنا، وان شاء الله الحاجه المهمه كامل انكم تنجحوا في امريكا. يعني ماشي الهدف، ماشي ممكن الوصول فقط، الهدف هو انك تنجح، وان شاء الله ربي يوفقكم. واليوم في هذا الفيديو حبيت نحكي على الناس اللي ما نجحوش في القرعه كيفاش يمكن يجوا الامريكا. يعني كما على بالكم القرعه ماهيش هي الحل الوحيد فقط لامريكا. وعلى سبيل المثال انا انسان ما ربحش في القرعه، سجلت حامل مره، سجلت ممكن 5 مرات نظن، وما 6 مرات هذا العام ثاني سجلت وما رجعت، ما نجحش في القرعه. دونك ماشي هي الحل الوحيد باش تجي لامريكا. دونك اذا راك حاب تشوف الطرق الاخرى اللي تقدر تجي بهم لامريكا، ابقى معنا في هذا الفيديو. وما تنساش شويه دعمنا، لايك كومونتير كيما العاده، بارطاجي هذا الفيديو، ويلا بينا. اول شيء خاوتي نحكيوا عليها هي انواع تاع الفيزات اللي تقدر تجي بهم هنا لامريكا، باسكو تقدر تجيب بالفيزا، ما كاينش حل اخر افار الفيزا. ولكن الفيزا هنا كاين بزاف انواع تاع فيزات. كاين بعض الفيزات اللي بين قوسين خوتي ما تساعدش ليزالجيريان، يعني ما عندكش الحق اصلا باش تقدم ليها. مثلا فيزا باش نحوها، دوك نحكوا عليها باش نحوها في الموضوع، هي الفيزا نسيت اسمها، ولكن فيزا تخلي الناس يجوا يخدموا لفتره قصيره في كيما مخيم صيفي ولا حاجه كيما هكذا، يجوا غير هذوما اصحاب لي زوروبيان هما اللي يجوا بهذه الفيزا، يعني ولا الخليجيين، يعني يجوا 3 mois يخدموا هنايا ويعاودوا يرجعوا. فيزا عامل ولكن مؤقته، ماشي عامل طويله. دونك ولكن التزيريين ولا المغاربه ولا التوانسه واش يساعدنا انواع الفيزات. بون الفيزا سياحه تساعد اي واحد، هذه حاجه باينه. كاينه فيزا دراسه F1، كاينه فيزا بزنس B1. هي الفيزا سياحه وفيزا عامل تقريبا نفسها، B2 B1، ولكن كاين اختلاف في واحد لي بروسيدور، واحد الحاجات. مثلا السياحه يعطي لك اقامه باش تقيم 6 شهور فقط في سنه، فيزا تاع سنتين عندك الحق، ولكن فيزا عامل ماهيش 6 شهور، قادر تكون اقل قادر تكون اكثر حسب عقد العمل تالي عندك. كاينه فيزا استثمار اللي ما نظنش انكم تساعدكم، لانه لازم لها واحد المبلغ تاع مال كبير، ولازم لك ايضا انك هما يحبوك تخدم ناس اللي راهم ساكنين هنايا. دونك هذو هما الفيزات اللي تقريبا شائعه. داكور خاوتي، كاين فيزات اخرى مثل فيزا زواج K1، كنا حكينا عليهم بسطناهم، ولكن خاوتي حابين نحكي على هذو 3 فيزات نركزوا عليهم اليوم كيفاش تقدروا تصيبوهم. صح، فيزا سياحه خاوتي يقدر اي شخص يقدم ليها، يعني ماهيش حاجه زعما كومبليكي، ولا كاين الناس يبعثوا لي يقولوا لي خاصنا شحال لازم يكون عندنا راس مال، شحال عندك عندنا في الكونت، هذو هما الحاجات كامل ما كانش. باش تكون عارف خويا العزيز انه فيزا امريكا سياحه تروح تحكي غير مقابله فمك مع بلسانك، ما عندك حتى دوسي تديها معك، ماشي معناها ما تديش معك، ما تديش معك، تقدر تدي معك اوراق كدليل اون سي جامي يسقسيك عليهم، ولكن 99% لما يروحوا يديروا مقابله ما يسقسوهم على حتى اثبات. علاش؟ باسكو حتى لما تعمر دي 160 160 دي 160 هذه وثيقه تعمرها اونلاين تدفعها، موراها يقولوا لك روح خلص، يعطوا لك كود، انت كي تروح تخلص هذاك الكود يعطوا لك كود اخر، تعاود ترجع للموقع اللي يعطوا لك فيه الموعد تاع المقابله تاعك. دونك في هذه الفتره خاوتي هما يوصلهم الابليكاسيون تاعك، تكون وصلتهم هذاك الملف اللي عمرته لهم، يقرا ويديروا عليك تقريبا، هما ياخذوا لا ديسيزيون قبل تمجي المقابله، يعني تقريبا نسبه كبيره من لا ديسيزيون راح ياخذوها قبل تمجي المقابله، فيعرفوك اسكو راك تقرا ما تقراش، يديروا عليك لا ريشيرش اسكو المعلومات اللي ديرهم صحيحه ولا كاذبه، حاجات بزاف هي المعلومات كامل. ويسقسيوك ايضا واحد السؤال مهم بزاف خاوتي ننصح خاوتي فيه، هو يقول لك اسكو عندك خاوتك في امريكا، وكان يقول لك اسكو عندك صحابك، عندك اقارب. دونك هنايا حاول انك ماشي ما تكذبش وماشي تكذب، حاول انك لا كان خوك ولا اختك عندهم نفس اللقب، ولا كش واحد عنده نفس اللقب تاعك قولوا خاطر في يقولك، ولكن عندك اقارب ما عندهمش نفس اللقب تقدر انك تتخبى عليهم، باسكو هذوما راحين يساعدوك. ما تقولهمش عندي اقارب، ما تقولوش عندي صحاب في الملك، هذه في حاله ما اذا انه ما عندهمش نفس اللقب تاعك، ولكن لكن عندهم نفس اللقب راحين يفيقولك باش ما تطيحش هنا في واحد يقول لك كذبت علينا. دونك هذه هي الحاجه. لما تروح للمقابله خاوتي يسقسيوك يا ربي 5 6 دقائق ماكسيموم، وكان يطول معي يطول معي يوصل 10 دقائق، يعني كي يحكي معاك الفيزا تاع السياحه علاش راك رايح، هذه الحاجه الاولى.
واش راك رايح دير. انت هنايا ننصحك باش دير واحد الحاجه اللي هو بلون برنامج. فانت لما تروح تقول لهم اكيد حتقول لهم عندي اني راح نقعد 10 ايام 15 يوم، ما تكثرش بزاف. علاش ما تكثرش بزاف؟ لانك المبلغ اللي راك تديه معاك ماش حيكفيك باش تريح به 6 شهور، تقول له ريح 6 شهور ولا 5 شهور. قد ما تدي معاك مبلغ ما راش حيكفيك كسائح، لانه السائح كونسومي بزاف درام. نفترض انك تريح حتى 15 يوم برك في اوتيل، 15 يوم راح تكلفك حتى حوالي $500 دي مينيموم، $500 دونك يعني حتريح حتى شهر حيكلفك $1000، مع العلم انك حتى ما عندكش دخل. هذه هي النقطه المهمه. لو انك تقول حنا نريح سيموم وما يشوفك بلي انك ما تقدرش تخلص تكاليف تاع سيموم، فهنا يفهم بلي راك رايح تبدا تخدم، وهذا غير مسموح لك باش تبدا تخدم. فهذه نقطه مهمه. انت قلت لك دير لهم بلون. بلون شنو معناها؟ معناها راك رايح قول لهم اني رايح 10 ايام. هذوك ال 10 ايام لازم تعرف كل نهار واش تقول لهم، واش حدير فيه. مثلا اكزومبل تقول لهم اني حاب نريح 5 ايام في نيويورك، ومن بعد نهبط 5 ايام في ميامي، 5 ايام الاولى تاع نيويورك. النهار الاول حنديكوفري فيها السونشال بارك، هذا البارك عندهم كبير مشهور. شوف لهم 3 بلايص ولا 4 بلايص مشهورين حوس عليهم في الانترنت، قول لهم اني حنان لهذوك نفيزيتيهم. وما تقول لهم نهار الرابع الخامس اني حاب نروح لميامي، ثاني قول لهم اني حاب نشوف بلايص هذيا نشوف. المهم خدم لهم بلون باش يعرفوا بلي راك رايح صح باش دير هذيك الحاجه اللي راك تحكي عليها. ما راكش رايح غير رايح برك باش توصل ثم من بعد تبدا حياه جديده. ما انت كي توصل هنا باينه بلي من بعد دير رايك، دير واش تعرف تبدا تخدم ولا دير رايك. هذه الفيزا الاولى. خاوتي نحكيوا على الفيزا بزنس اللي بزاف ناس بزاف يعني ما تقدروش تتصوروا خاوتي شحال لي ميساج يوصلوني على فيزا بزنس. هي الفيزا بزنس فيها واحد السر صغير خاوتي، كاين اللي يقول لك كاع ما تكزيستيش داكو، كاين الناس ما يعرفوهاش يقول لك اصلا ما تكزيستيش، تكزيستي في اوروبا ويا لا تكزيستي هنايا. فقط عليك انك تصيب واحد الحاجه، لازم تصيب شركه متعدده الجنسيات. كنا نقراو عليها في السيام وفي الليسي ديك هذا اليوم بزاف. ملتي ناشن كومباني متعدد الجنسيات. مهم شركه متعدد الجنسيات يعني شركه المقر تاعها ماشي لازم يكون في امريكا، يعني يكون في العالم كامل، عندها بزاف فروع في العالم. مثلا شركه امازون شركه كبيره بزاف، وكاين بزاف شركات كيما هما، ماشي غير امازون، كاين بزاف شركات كيما هما. هذوما الشركات فيهم واحد النقاط ضعف ونقاط القوه. نقاط الضعف انهم يخلصوش بزاف، ميخلصوش، يعطي يخدموا دائما بالمينيموم ويج تاع هذيك الستيت تاع هذيك الولايه اللي راك فيها. فور اكزومبل الامازون تاع نيو جيرسي يخلصوا بلا $12 $13 للساعه، ما على باليش حراو مينيموم ويج في الساعه الحين. ولكن الامازون تاع فيلادلفيا يخلصوا برك $9 في الساعه. تروح كامازون تاع كاليفورنيا يقول لك $15 للساعه، يعني مبالغ صغيره مقارنه بانك لو تروح تخدم في بيتزا ستور. لو تروح تخدم بيتزا ستور حيكون دخل اكثر. دونك هذا هو نقطه الضعف تاعهم. ولكن نقطه القوه تاعهم انهم يقبلوا خدامين بزاف. يعني اي واحد يدوموندي خدمه يطلب عامل راح يقبلوه، لانهم خاصينهم خدامين، لانهم الناس ما تخدمش عندهم بزاف. لاي واحد يكون في امريكا ماهوش راح يخدم عندهم باسكو المدخول تاعهم ضعيف. فهذا هي النقطه اللي تخلي الناس ما تروحش تخدم عندهم. كاينه شركه اخرى، شركه ماكدونالد. ماكدونالد عبالكم بلي هي شركه ماشي غير تقدم اكل، هي شركه تاع ريال استيت. دونك شركه ماكدونالد هما اللي يقبلوا كامل الناس وميخلصوش بزاف غراف، ميخلصوش غراف. فلما هنا دايرين هكا الجوك في الامريكان، كي واحد يفشل في المشروع تاعو يقول لك احنا نخدم عند ماكدونالدز، ما يدير مشروع ما ينجحش يقول لك خلاص عليا عند ماكدونالدز. فماكدونالدز يعني تقريبا 99.99% يقبلوا اي واحد يخدم عندهم داكور. ف اون بليس ماكدونالدز عندهم واحد القانون انهم المناطق اللي يحطوا فيهم الحوانت تاعهم كلي حاسبينها باريك، زعما كل كيلومتر ولا كل حاجه عندهم واحد الحسابات يحسبوهم. فدي فوا طيح في واحد المناطق دونجي ماهوش تاع خدمه كامل، ما تخدم يوم اول ويطلب $20 في الساعه، $30 ما تقدرش تخدم عندهم باسكو الناس اللي يكونوا ثم ممكن تكون جانج اريا ولا حاجه كيما هكذا. فالناس ما يخدموش عندهم، يخدموا عندهم غير الناس اللي من هذيك المنطقه باسكو اللي فاهمينها. دونك سي بور سا لو دوموندي ثم خدمه حيقبلوك اوفيسيال، خاطر خاصينهم خدامين. دونك هذه هي الفيزا البيزنس. النقطه الاولى تاعها اللي لازم تحوس عليها هي انك تتواصل مع هذوما الشركات، فهم راحين يعطوا لك قبول. ولكن كاين واحد النقطه موراها اللي لازم تعرفها هي سبونسرشيب. تشفوا خاوتي راكم على بالكم بلي اي واحد يربح في القرعه يبدا يحوس على سبونسرشيب. هنا في الفيزا بيزنس سبونسرشيب لازم الشركه هي اللي ديره لك، ما لازمش واحد تعرفونه في امريكان ولا خوك ولا تات سبونسوريزي روحك. لا لازم الشركه تسبونسوريزيك. وشنو معناتها تسبونسوريزيك؟ معناها راح تتكفل بيك واحد المده اللي
تكون طويله باسكو ما يبروفيتي وما يجيهم واحد يخدم يخلص قليل فيحبوا يحاكموه اكبر مده ممكنه، ممكن 4 سنين ممكن 5 سنين. ففي هذه المده راحين يحاكموا فيها راحين يسبونسوريزيوك، فهذه المده راح يعطوك جرين كارد ديريكتومون، حيقحوا مي ابلي ولك على جرين كارد من فيزا بي 1 يقلبوها لك ديريكتومون اقامه دائمه. وتا في هذيك المده موراها كي تكمل المده تاع 3 ولا 5 تقدر تقدم على الجنسيه تاعك بطريقه عاديه. ولكن هنا نقطة مهمة اللي نركزوا عليها خاوتي، إذا ما كملتش هذيك المدة تاعهم تاع الكونطا دو ترافاي اللي معاهم وتخرج من عندهم، هنايا رايحين تعرض لواحد الصوالح بزاف ماشي مليح، ممكن يعيطوا لابوليس يحوسوا عليك، سبونسور يروح لك فاتولي هنا عايش بلا سبونسور قادر يهبطوك، المهم يصراو لك واحد الصوالح اللي يحكموك بهم داكور. فلو كان تروح دوموندي خدمة أخرى ما يقبلوكش باسكو عندك هنايا شوية كما نقول لك الهيستوريك تاعك ما راهيش مليحه باسكو ما موفيتش بالوعد تاع الكونت ترافاي، المهم صار لك بزاف مشاكل. وهنا قادر يجيو لك الهجره الايميغريشن يجيو لك، يعني الناس تاع لابوليس اللي مختصين بالهجره يجيو لك. وهذه وقعت لصاحبي حكموه مده طويله. دونك هنايا فواحد لازم يكون على باله اذا قلع مع تروازو مع امازون يكمل تروازو مع امازون، لازم يكملها يتحملهم بعد يخرج بكوارطو ولا يخرج كيما يحب ويدبر راسو. فلازم هنايا تستحملها باسكو انت لما تكون في الجزائر ولا تكون في بلاصه كيما هكذا تقول لي معليش نخدم 10 دولار تبان لك مليحه داكور، بصح انا اللي جي امريكا انت بروحك بلا ما تعرف علاقات لما تعرف وحدك حتصيب خدمه خير منها بالك 18 دولار للساعه داكور، حتصيب خدمه ب 20 دولار وانت تلقى روحك بلي محكوم ب 10 دولار بورتو واحد ما عاونك وترك صبت خدمه ماخر. ايماجينيكو عندك انا واحد تعرفه وراح يعاونك في العلاقات وحتصيب خدمه بزاف، دونك هنايا ديرونجا من خلاص صغير. دونك هذه لازم تكون تعرفها هذا واش كاين. تابلي ثاني عادي فيزا بي 1 تجيب لك سيتواسيون تاعهم يعيطوا لها هايرين ابليكيشن، هايرين هاير الكلمه هاير معناتها كي نقول لك ام هايرين مثلا عندي ام هايرين مثلا انا عندي بزنس وراني نهايري في العيبات نحوس على خدمه الناس تحوس على خدمه عندي زعما نستقبل طلبات، فهذه يعيط لها هايرين ابليكيشن. دونك هذا ما كان تروح تخلص تاني اللي في تاوعها وراه يطلع لك كود تشد به الموعد وتروح ربي سهل لك ان شاء الله. هذه الفيزا الزوجه اللي هي بي 1. نروحوا للفيزا الثالثه كامل خاوتي، هي فيزا اف 1 فيزا دراسه. هنايا بون فيها الاف 1 وفيها الام 1، دونك نحكي واش من الفرق ما بيناتهم. الاف 1 هي فيزا دراسه تاع جامعه، راك تقرا في جامعه يعني راح تقرا سبيشاليتي تاع كاين بزاف لي سبيسياليتي ما يخلصوش كيما على بالكم خاوتي. ولكن الام 1 يعيطوا لها فيزا دراسه مهنيه، فيزا دراسه مهنيه كيما تدخل التكوين المهني في الجزائر، كاين التكوين المهني وكاين الجامعه. جامعه حتقريك دي دومين تاع مختلفين على التكوين المهني، ممكن يكونوا متشابهين شويه ولكن مختلفين، يبقى كاين اختلاف. دونك هذيك هي الفيزا ام 1 هي فيزا دراسه مهنيه والاخرى فيزا دراسه عاديه، ما كاينش فرق ما بيناتهم في الفيوتشر يعني عادي ما عندكش الحق باش تقيم دير فيهم الجرين كارد الا اذا بعد ما تكمل قرايتك تبدا تخدم بالقرايه تاعك، يعني قبل 9 سمانات ما قرايتك قبل 9 سمانات ما الفيزا تموت لك لازم في هذاك البيريودا تبدا تريشيرشي على شركه اللي يهايريو العباد اللي في المجال تاعك، تبعث لهم يعطيو لك ابليكيشن باش يسبونسوريزيوك. هذا هو الوقت علاش قلت لكم تشد لك شويه وقت، لازم تصيب شركه ماشي غير يقبلوك، انا كاين بزاف يقبلوك عادي، لازم شركه تقبلك اون بليس دير لك سبونسورشيب. دونك هذه هي عندها نفس الخطوات خاوتي. فيما يخص فيزا دراسه الخطوات تاعها كيفاش تدخل الموقع كيفاش تروح تشيرشي على الجامعه كيفاش كل حاجه، راني حاطهم في الانستغرام تاعي خاوتي ادخلوا ليه، راني حاط لكم هنايا هذا يا ادخلوا اكتب ديريكتوم وادخل اي جي تي في تاعي كاين 4 ولا 5 دي فيديو بلا اكثر كيفاش تحوس على الجامعه كيفاش تصيب الجامعه كيفاش تراسلهم كيفاش يراسلوك كيفاش تعمر الفيزا الابليكيشن اف 1 كيفاش تشد موعد كل حاجه راني مشارحه خاوتي. دونك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم خاوتي، ان شاء الله نزيدو نحكيو على مواضيع اخرين في المستقبل القريب. فراني في انتظار الدعم تاعكم بك، هذا واش راني نحتاج خاوتي، دعموني جيم كومونتير بارطاجيو لي فيديو هكذا باش على الاقل ندعموا المحتوى اللي يكون مفيد، يعني ماشي ندعموا المحتوى اللي يكون محتوى غير شطيح فاشطيح نقدر كيما نديروه. دونك هذا يا خاوتي تهلاو في روحكم، قال عليكم نهاركم بروك، السلام عليكم.